طيب هل اقول لك فيديو جديد؟ فيديو النهارده انا هتكلم عن مشكله بتواجه معظم مستخدمين شاومي، وهي ان الخلفيه بتتغير معاهم للاساسيه بعد تغيير اي خلفيه تانية. تمام، ودي مشكله يعني حقيقي كلنا واجهناها كمستخدمين. يعني هو ممكن السوفت وير في مشكله، اي مش عارف بصراحه، يعني انا ما اعرف لهاش سبب. تمام، كل اعرفه ان انا جايب لك طريقه النهارده. الطريقه الاولانيه قبل كده كانت بتنفع على اجهزه واجهزه لا. تمام، لما انا جايب لك النهارده طريقه بتنفع على كل الاجهزه باذن الله. يعني يا ريت بس لو الطريقه اشتغلت معاك وما فيهاش اي مشكله تنزل تحت تعمل سبسكرايب كده وتفعل زر الجرس. تمام، يلا نبدا الفيديو، ندخل على الانترو ونكمل معاكم الفيديو. طيب الفيديو طبعا انا زي ما قلت لك ان الموضوع سهل ومش ومن غير اي مشاكل. تمام، هنحتاج النهارده بس السيمات بتاعت التليفون العاديه، هندخل عليها هنبحث عن الاسم ده كده. تمام، طبعا قدامك هي هطلع لك كده ثانية واحدة، دي الصفحة اللي بتظهر لك العادية. تمام، ممكن تفعل أي سيم أنت عايزه بصراحة، مش هيفرق خالص، بس أنا عندي سيم يعني ما بيغيرلكش أيقونات، إن أنا بحب الأيقونات اللي أنا مفعل لانشر على الجهاز. تمام، أنت لو عايز تغير الأيقونات دي براحتك، يعني أي حاجة تختارها من هنا مش هتفرق خالص. تمام، استنى، السيم اللي أنا هوريهولك دلوقتي هو اللي يعني جربته قبل كده، اللي هو السيم ده بنفس الاسم اللي هتبحث وهيطلع لك أول حاجة من هنا أهو. تمام، بس كده هتدوس عليه تعيين عادي جدا. تمام، ويتفعل معاك وتطلع الخلفيه بره تلاقيه يعني ما فيش اي مشكله. تمام، هتقول لي ليه ما فعلتوش دلوقتي؟ هقول لك انا مفعله من الاساس. تمام، نقطه تانية، انا لو فعلته هيوقف لي برنامج التصوير وهيبوظ لي التصوير. تمام، فانا بس وريتك الطريقه، هو دوس تعيين وتفعل دول كلهم لو مش متفعلين عندك، بس كده. وميزه تانية برضه في السيم ده يعني ان هو بيخلي لك الخلفيه، اي خلفيه بتحطها من بره الخلفيه متحركه معاك، يعني لو حركت تليفونك شمال او يمين بتتفاعل مع حركه التليفون بتاعك زي ما انت شايف كده حالا. تمام، حاليا برضه لو مثلا يعني مثلا عايز تغير الخلفيه دي، هتغير الخلفيه ومن غير اي مشكله، هتعمل ريستارت للتليفون وتفتحه تاني، برضه مش هيبقى فيه، مش هتغير الخلفيه خالص. ممكن تظهر لك بس، كنت تظهر لك بس هل تريد تعيين هذه الخلفيه اللي انت مختارها من قبل كده. تمام، اتاكد من الحاجات دي، وجربت الفيديو اللي فات انا برضه اشتغلت مع تليفوني، بس واجهتني للاسف يعني بدات تتغير بعد اسبوع تقريبا، بعد ما نزلت من وقت الفيديو باسبوع. تمام، انما الطريقه دي انا مجربها بقالي حوالي شهر تقريبا، عشان انزلها لك بس يكون عندي مصداقيه عاليه، بحيث ان حد ما تواجهش مشكله لحد في الكومنتات. تمام، ما بتغيرش الخلفيه نهائي. تمام، وانا بصراحه يعني الخلفيه دي حتى لو بتتغير هي ما بتتغيرش. تمام، بس انا اصلا مش محتاج اغير الخلفيه دي، لان الخلفيه دي حلوه جدا بصراحه. تمام، بس كده انا حبيت انوه لك عن الموضوع، يعني انت لو غيرت الخلفيه زي ما بقول لك تاني مش هيحصل اي مشكله زي العاديه. تمام، هي العاديه بس اللي هي السيم الكلاسيك بتاع الجهاز بتاع ميوي هو اللي بيغير الخلفيه، انما ده مش هيغير الخلفيه معاك خالص يعني باذن الله. بس كده، يا ريت ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، عشان حرفيا السبسكرايب بتاعك بيفرق معايا جدا، ده غير وقت المونتاج والحاجات دي كلها يعني، فقدر تعبي بس. والفيديو ده اصلا محدش شرحه على اليوتيوب قبل كده. تمام، بس كده، سلام.